خلينا نشوف هنا، ندوس على العملات الخضراء، وهنا بيقول لي ان انت تقدر تسحب العملات اللي قدامك، لكن هنا هتقدر ان انت تسحب عن طريق ندوس هنا فودافون كاش، اتصالات كاش، واورنج كاش، وكمان لو في حد من خارج مصر يقدر يسحب من خلال البايبال. وهنا طبعا هتدخل رقم الفودافون كاش بتاعك او اتصالات كاش او الاورنج او ايميل البايبال، وتبدأ تسحب ارباحك بدون اي مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعين قناة عالم الأرباح، أتمنى أن تكونوا بخير. معاكم إن شاء الله في شرح لعبة جديدة ولعبة ممتازة جدا والناس كتير سحبت منها أرباح. وخلينا نشوف من قبل أي شيء السحوبات اللي موجودة حاليا على اللعبة. زي ما أنت شايف أهو سحب 100 جنيه، سحب 200 جنيه، الناس هي شغالة تسحب من أوقات قليلة، فاللعبة ما شاء الله عليها يعني بتدفع وأمورها زي الفل. تمام، اول حاجه بتنزل على اللينك اللي موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو بيحولك عشان تبدا تثبت اللعبه. هنا بتدوس على تنزيل الملف بدون اي مشاكل واللعبه امان ما فيهاش اي مشكله. تمام، هنسحب كده ستاره وهنشوف ان اكتمل التنزيل. هدوس على اللعبه وهدوس هنا على تثبيت وبتبدا تتثبت معايا اللعبه اهي بدون اي مشاكل. وهدوس على فتح. وهنا بيقول لك تقدر تسجل من خلال الفيسبوك او جوجل. هدوس انا على حساب جوجل الخاص بيا، وبختار طبعا حساب جوجل اللي انا هسجل بيه. طبعا يا ريت بس ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان خاطر هنعمل اكتر من اثبات سحب ان شاء الله قادم للعبه دي. وتمام، زي ما انت شايف هنا اللعبه فتحت معايا، وهنا بيقول لي ان انت السحب اهو اترقى، فانا هدوس على اغلاق وهنبدا ان احنا نشوف اللي موجود قدامنا في اللعبه. هنا اول حاجه بس لو هتعرف طريقه اللعبه ارجع وندوس هنا في لعبة تاني لازم ننزلها. خلينا ندوس على تثبيت، يبقى احنا بننزل اللعبة الأساسية ودي اللعبة التانية بنثبتها من خلال المتجر اهو، هنشوف مع بعض. يبقى ضروري جدا ان انت تعرف الخطوتين دول، انت بتنزل كده لعبتين في لعبة واحدة. تمام، هنشوفها دلوقتي ونتأكد مع بعض. وهنا بندوس على تشغيل. وبرضه هنسجل من خلال اللعبة. وزي ما شفنا احنا لما حملنا اللعبة الجديدة ديت عملت معانا ان احنا كسبنا 5 جنيه. هندوس هنا وندوس على اراضي ويبدا ان احنا نرجع على اللعبه الاساسيه. عندنا هنا اللعبه زي ما انت شايف عندك علامه الذهب 0، وعندك علامه الفلوس اهي 10 جنيه اللي هي الفلوس الخضراء. خلينا نرجع مع بعض ونبدا على كسب المال، لكن هنا خلينا ندوس على علامه الفي اي بي ونشوف هنا العلامات اللي قدامنا. هنا لو دوست يستلم هنا هيبدا يديني 4700 نقطه. تمام، هنبدا نرجع وبقى معايا 4000 اهو. طيب العلامة التانية اللي هي علامة الكنز او صندوق الكنز، هنا عندي هنا زي ما انت شايف تقدر ان انت كل ما تجتاز مستويات تبدأ تكسب من الفلوس. هنا لو دوست على عرض صندوق الكنز هنا بيقول لك كل مستوى تفتحه او كل مستوى انت بتوصله بيبدأ يفتح معاك الكنز. خلينا هنرجع برضو مع بعض ونشوف وهنا طبعا كل ما بتجمع 100 نقطة بيبدأ يديك واحد مفتاح و20 تاج. وطبعا الناس دي يعني كسبت اهو، خدت 40 جنيه مباشر. طيب هنا الصندوق اللي من الناحية التانية ده هنبدأ نشوف ايه اللي هنعمله. دي الدوارة دي كل ما بتعملها بعدد معين بتبدأ تكسب اهو، هتبدأ ان انت تشوف فيديوهات وتبدأ ان انت تكسب كوينات او عملات خضراء. خلينا نرجع، اللعبة دي شبيهة جدا بلعبة كريزي بيرد او كريزي هيرو. وهنا طبعا السبن طبعا نفس القصة ان انت تقدر ان انت تكسب او من خلال لعب الالعاب. نرجع
وطبعا هنا المهمات اليومية اللي انت تقدر تعملها، وكل ما بتعمل مهمة بتبدأ تكسب منها من خلال اللعبة. طيب الصندوق اللي تحت بقى هنا خلينا ندوس عليه، وهنا بيقول لك ان انت كل حاجة بتعملها بتبدأ تكسب عليها مفتاح. لو دوست هنا على اذهب للحضور او هنا اذهب للحضور، تبدأ ان انت تاخد درجات، وبتبدأ ان كل درجة بتاخدها بتاخد عليها فلوس، تمام. وهنا طبعا الدعوات، ولو انت طبعا عملت دعوة لاصدقائك، كل ما بتعمل 3 دعوات يومية بتاخد 3200 عملة ذهبية، وبتاخد 35 طاقة. طيب اخر حاجة بقى ان انت تقدر تكسب منها اللي هي الدعوة او دعوة الاصدقاء، وبكده ان انت تقدر تاخد او تدوس على ادعو الان وتعمل نسخ المحتوى، بتبدأ تشاره لاصدقائك، وبتبدأ ان انت تكسب من خلال دعوة الاصدقاء، ودي ربحها كويس جدا. فانت ان شاء الله تقدر ان انت تكسب من خلال الموضوع ده. طبعا انا لينك اللعبة هيكون موجود في صندوق الوصف. طبعا احنا لو دوسنا على كسب المال هيحولنا على اللعبة مباشرة عشان خاطر نقدر نلعب ونكسب. اهو تمام، ابدأ التحدي، وبدوس احط المفتاح هنا كده. انا عديت المستوى الاول، ادوس على، طبعا انا كسبت 65 عملة ذهبية. المستوى الثاني هدوس عليه، هنا بيقول لي ان انت كل ما هتاخد مسمار من هنا بتفكه وبتحط اهو عشان نوقع الحديدة دي، تمام. وقعت الحديدة، ابدأ ان انا احط الحديدة دي، تمام، بحيث ان انت توقع الحديد والمسامير ما تكونش فيها عجز. اهو انا بلعب معاك كده مباشرة عشان خاطر تقدر تشوف نظام اللعبة. طبعا اللعبة مبنية على مشاهدة الفيديوهات، تمام. هدوس وكده عندي بقى 130 عمر. فانت تقدر تشوف اللعبة عشان خاطر مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده. اهو طبعا انا كسبت 130 جنيه او 130 عملة من العملات الذهبية. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير جاية ان شاء الله اثبات سحب للعبة، فياريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس. شكرا لكم، سلام عليكم.